بحسب الخطة السنوية المعدة لعام 2021، المفتش العسكري العام سيجري جولة تفتيشية يرافقه عدد من اللجان المختصة بالتفتيش الفحصي لعدد من المديريات، لنطلع سوية على هذه الجولة. نفذت مجاميع تفتيش المفتشية العسكرية العامة خطة شاملة وواسعة تخص مديرية الوثائق العسكرية ومديرية التخطيط العسكري التابعة إلى دائرة العمليات في رئاسة أركان الجيش. تم اعتماد الأسس الجديدة اللي أعطيت طبعاً قبل 3 أشهر إلى المؤسسات والدوائر التي دخلت ضمن خطة التفتيش، واللي اعتمدت على مجموعة من المبادئ والمعايير الجديدة، وهو التركيز على جانب الاختصاص والجانب العلمي والجانب العملي في ذلك. كذلك تم تفعيل هذا العام موضوع الاختصاص العام والاختصاص الدقيق لكل قيادات الأسلحة والصنوف، وأعطاء دور مهم. وكذلك أيضا عملنا على أنه يكون التفتيش لغرض إدامة زخم المعركة والحفاظ على المنجز الكبير اللي حقق الجيش العراقي مع أخوته من أبناء القوات المسلحة. نحن حريصين على أن يكون التفتيش طبعاً طقس وشعيرة مهنية مقدسة تعطي زخم كبير في الجوانب العلمية والعملية، وأن تكون المفتشية دائماً عين وأذان السيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترم لغرض الوقوف على الجاهزية والاستعداد القتالي لإنتاج معادلة جديدة، وهي عملية التقييم والتقويم المستندة على أسس علمية في التفتيش حديثة مع مراعاة الخبرة المتراكمة اللي نملكها كدائرة منذ أكثر من 52 عام من تاريخ هذا الجيش العظيم. تنفيذا لخطة التفتيش الصادرة من المفتشية العسكرية العامة لعام 2021، قامت مجموعة من المفتشية العسكرية العامة وبحضور السيد المفتش العسكري العام بتفتيش مديرية التخطيط إحدى مديريات دائرة العمليات. اللي شاهدناه بالمديرية وجدنا بحوث ودراسات متطورة تتناغم مع التطور التكنولوجي والتطور الخططي والتطور الاستراتيجي في جيوش العالم المتطورة. مديرية التخطيط هي من المديريات المهمة، وأنا في رأيي الشخصي أعتبرها شريان يسري في كل تشكيلات وقيادات وصنوف الجيش.
باشرت المفتشية العسكرية بتفتيش كافة قطاعات الجيش لهذا العام الذي سمي عام التدريب والتفتيش تنفيذا لتوجيه السيد رئيس أركان الجيش المحترم. تم إعداد الخطة لعام 21، بدأنا التنفيذ بهذه الخطة. اليوم لدينا تفتيش ثلاث مديريات، من ضمنها هذه المديرية مديرية الوثائق العسكرية اللي يجري الاختبار لها أو التفتيش لها الفحصي. وجدنا أنه المديرية على استعداد تام لاستقبال المفتشين والقيام بأعمالهم اليومية وبيان ما تم تنفيذه في هذه الخطة. ويهدف التفتيش لتطبيق السياقات العسكرية الصحيحة والعمل على ترسيخها في المؤسسة العسكرية، بما ينعكس بشكل إيجابي على عمل وأداء الجيش العراقي. من مقر المفتشية العسكرية، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.